أسعد الله أوقاتكم بكل خير، صيام مقبول ودعاء مستجاب ونصر قريب يا رب. نسألك الخير كله والعوض كله لأهل العزة في غزة. صدقوني بكل مرة بفكر أطلع فيها عشان أحكي بقول من وين بدي أبدأ. كل زاوية فيها ألم، وكل ملف فيه وجع، وكل قضية فيها انكشاف. وأهم انكشاف يمكن نحكي فيه إنه هذا العالم الرسمي قديش كذاب، العالم الرسمي قديش قبيح، العالم الرسمي قديش مطبوع بالصهيونية العالمية. أما الشعوب فهي مثلنا، عاطفتها معنا، سواء كانت شعوب غربية، إفريقية، أمريكية، لاتينية، كلها مثلنا. Very difficult to look at these images, Jay. And the human cost. And these are human beings. They're family members, they're friends, they're loved ones, cousins, brothers, sisters. Yeah, it's difficult. And I apologize. العالم الكذاب والمخادع بقول لك قديش إنه الناس بتموت كل لحظة. الأطفال أشلاء مزعة، البيوت مدمرة، الأمهات ما ظل بقلوبهن آهات قد ما ودع عن شهداء. وبيطلع مثلا بايدن، قلناها أكثر من محرب حلقات سابقة، بأنه قال أنه حماس قطعت رؤوس الأطفال وحرقت الجثث بدون ما يتحقق، بناها على كذبة حكاله إياها نتنياهو. احكي لو تحقق، يعني ما هو صهيوني أكثر من نتنياهو نفسه. I never really thought that I would see and have confirmed pictures of terrorists beheading children. بنفس الوقت ولما صارت مجزرة الطحين على دوار النابلسي قبل كم من يوم، حشولوا في مجزرة جماعية على الفلسطينيين اللي كانوا يستنوا المساعدات، والطحين لما إجا بلش جيش الاحتلال يطلق النار عليهم. شو تعليقك يا بايدن؟ قال في روايتين، طبعا هو محنط وتحسه مجبصل جبصين، قال في روايتين متناقضتين ولازم نتحقق. هون في روايتين متناقضتين، بس لما كانت أحداث 7 أكتوبر من أول دقيقة أفتيت إنه في قتل وقطع روس. يا ملعون راس ال... ليش أكملت؟ قد ما نقول إنه عالم منافق وكذاب وقدر، الواقع أكبر بكثير من الوصف. نفسه بايدن هذا، نفسه ختيار المخرفن هذا اللي تقول طالع من مقبرة بكفالة، لما صارت مجزرة المعمداني أول حرب تذكروها، قال بنفس اليوم تبين أنه هذا صاروخ للجهاد الإسلامي طلع بالغلط وضرب الأطفال، إسرائيل ما لهاش علاقة. هيش ترى القدامة. والقصف اللي صار بمستشفى المعمداني وفق جهات دولية مستقلة، قال لك قصف جوي من طائرات إسرائيلية وبتحمل الـMK-48 والقنابل الأمريكية نفسها اللي ودتها أمريكا إلهم. وشو بقول لك؟ جهاد إسلامي. قد روعت من انفجار المستشفى في مدينة غزة، وربما هذا قد حدث بفعل العدو الآخر وليس من جانبكم، ولكن الكثير من الناس يعتقدون أنه بسببكم ويشجعون أن نعتني بالفلسطينيين الأبرياء. عمركم شفتوا عالم منافق وكذاب ودجال وبيستخف بدم العرب والمسلمين زي ما بتعمل ملة الورم المتصهينة؟ كلهم من نفس العلبة ونفس التوجه، لا بهم قديش انقتل ولا قديش جاع ولا قديش دمر. أمريكا يمكن 3 أو 4 مرات تصوت ضد وقف اطلاق النار، كل ما العالم قال لهم مالكوا استحوا على حالك، وآلاف قاعدة بتموت يوميا، مئات الشهداء، العداد ما بيوقف، وروحوا بيصوتوا ضد أي قرار لوقف اطلاق النار. وبيجي بلينكن هذا برطب شعراته اللي هيك قايل، جولة بالشرق الأوسط، فكركو شو بحكي مع جماعتنا العرب؟ بقول لهم اضغطوا على حماس، اضغطوا قد ما تقدروا، اطلقوا الرهائن، أهم خطوة اطلاق الرهائن. وإذا بده يخجل ها شوي، يعني مستحي مننا لأنه ببلادنا نادر ما يحكي عن وقف القتل الجماعي. نعمل من أجل إعادة الرهائن المحتجزين في غزة منذ 130 يوما. نعمل بشكل مكثف مع قطر ومصر على مقترح من أجل الإفراج عنهم. مش مشكلة، معلش، عالم كذاب ومنافق، لكن إن شاء الله هاي بداية السقوط. ثقتنا بالله بأنها بداية السقوط، مش لإسرائيل،
لأمريكا كمان، والسنتين يغرقن مع بعض، يعني يضربن بعض ويغرقن. بعديها بروح كل العفن اللي بنشوفه بهالدنيا، والمستبدين اللي مستبدين قاعدين ومستندين على أمريكا راح يندحروا ويذوبوا لحالهم. أمريكا اللي مدت الكيان 250 طيارة عسكرية جسر جوي عملت لهم من الأسلحة والقنابل الأمكيل 84 والصواريخ القاتلة، وقال لما اشتد الجوع على شمال غزة صار فزدت لهم بسكوت مملح ومفتفت يأكلوه، مش قادر توصلهم للبر. الله لا يخلف عليك، لا والله وقف صواريخك ودعمك العسكري وعلبة البوليوي فاي حطها بالمكان المناسب. بالإضافة إلى المساعدات التي سننزلها جواً، أكدنا على إسرائيل ضرورة إدخال مزيد من الشاحنات. تدفق المساعدات للقطاع ليس كافياً. لا يغرك سلافة أنه ديمقراطية عالمية وحماة الحريات والديمقراطية، ترى كل شيء هالأيام بينشره. مثلاً سفير فلسطين ببريطانيا ألمح أنه كثير من المواقف السياسية داخل العالم بتمشي رائها بالمال، يعني عادي تستغربش أنه رئيس وزراء دولة محترمة وماخذها بالعين الجليلة تكون إسرائيل حاطة بجيبته 20 مليون مشان يتخذ موقف مؤيد لها. أما أعضاء الكونغرس فسعرهم أرخص بكثير من هيتش، إيش ب$50,000، إيش ب$100,000، إيش ب70، وكل واحد وحسب جعاره. You are heartless. You realize how heartless you are? These children are being slaughtered, and now you want to take away the last bit of food and water and supplies and medicine. You want to take the last bit they have? You haven't seen the pictures of all the babies being killed? These are not innocent Palestinian civilians across the world. When you're looking at the 500,000 people starving to death, are people that should go out there and put a government in place that doesn't go out there and attack Israel on a daily basis. So. Kids, seven-year-olds, كل اللي بتشوفوهم هذول لابسين بدلات وطالعين زيارات ومؤتمرات صحفية وحكي عن الأزمة وكيفية إدخال مساعدات ووقف الجرائم والإبادة الجماعية، كل هذا كذب كذب، حكي لشراء الوقت. المؤتمر الصحفي اللي بيعقده وزير خارجية أمريكا مع أي مسؤول عربي أو غربي بكون بس بهمه شغلة واحدة، يعني بس يخلص المؤتمر الصحفي بكون صاير له مزرتين ثلاث أو بكون استشهدوا 20 شخص على الأقل تقدير، ولا بيحكي عن أي شيء إلا إنقاذ الرهان. هاي اللي بده إياها. ولما بدكم تقنعون إن كل هالحراك العالمي مش قادر يلجم هالكيان عن جرائمه ولا عرقانه طيب له. حطت به الطائرة في تل أبيب صباح الثلاثاء. عند وصوله التقى رئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بعائلات الضحايا الفرنسيين وعائلات الرهائن المحتجزين لدى حماس. في هذه القاعة بمطار بن غوريون تحدث ماكرون مع العائلات الفرنسية لمدة ساعة. Ce sont deux sœurs. On est sœurs et c'est ma maman, notre maman, et Max. بحسب باريس قتل 30 فرنسيا على الأقل في الهجوم الذي نفذته حماس. أعلن ماكرون عن احتجاز الحركة لتسع رهائن فرنسيين في قطاع غزة. بعد لقائه بالرئيس الإسرائيلي أكد ماكرون أن أولوية باريس الإفراج عن الرهائن. آخر كلام، إذا عرفت أن العالم اللي حولك كذاب ومنافق ومخادع وما بيحترم إلا القوي، كون أنت القوي. هذه روح الروح.